سنين اللي عدت، بس سنة يمكن كبيسة شوية. 2015 جميلة الحمد لله، في خير وفي تقدم يعني. يعني في انجازات بتتعمل، وفي الجيش ابتدى يشتغل برضه مع الشعب شويه. يعني والله هي كانت سنه جميله جدا، حتى لو ما فيهاش اي حاجه، المهم ان هي كانت عدت علينا بخير وعلى مصر كلها طبعا. ونتمنى ان 2016 تكون زيها، بل بالعكس تبقى احسن وافضل لمصر طبعا وللشباب مصر ان شاء الله. سنه التعريس. اشمعنى؟ بس كده، وفي هو كاشه هيبقى رئيس البرلمان. بالنسبه لي انا شخصيا كانت سنه كويسه، وحصلت لي حاجات فيها كتير كويسه طبعا. 2015 في كلمه انجاز قناه السويس، علامه مميزه ل 2015. هو احباط، انجاز واحباط، معلش ممكن يبقوا كلمتين. ايوه انجاز في مشروع قناه السويس والعديد من المشاريع موجوده، واحباط في عدم الصبر، لان المشاريع دي هتحتاج وقت على بال ما تنتج ثمارها.